حق التقديم خليل على طول اول جيم اول جيم كذا ما في تحميه على طول امبوستر يا ساتر استر يا ستار بسم الله بسم الله اول شيء مين انا اشوف انه نطفي النور اول شيء ان ايش نسوي كذا بعدين نطفي النور عشان ايش نقتل يما انا عند الكاميرات زين انا وين عند الكاميرات يا رب ما انسى اوله احمد وينك انا في اللورنجن مع رختر هلا توي شاطف من عند رختر ما شفت احمد في اللورنجن انا عند الكاميرات وانا كنت بالكاميرات مو بداخل يا ابو شاي خلنا نسولف يا بعد قلبي انا جاي من فوق من فوق جاي من فوق عند الكاميرات يا عيال يا عيال يا ويلي يا ويلي الكذب يا عيال عادي احلف طيب ما دخلت الكاميرات انا عند الكاميرات جاي من الكافيتيريا فوق عند الكاميرات انت هدي الاسلاك اتوقع ان رايد للجثه بالادمي راح من الادمي للكافيتيريا لا 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 مودي عشرة حبيبي انت رايد انا ركز معي ركز معي انك وين انك بالكاميرات ايوه صحيح. بس ماني داخل الكاميرات برا الكاميرات جاي من الكافيتيريا يا احمد احمد بتضربني اذا بتضربني قل لي من الحين بتضربني بتطلعني وشو سلاك ولا كهرب اسلاك يا احمد الله يرضى عليك لا تظلمني وطلعني يا احمد ولا كيف اسلاك ولا كهرب يا احمد كيف اسلاك ولا كهرب احمد يا اخي هذا طرح انا طحت فيها ما عليك سكب يا عيس سكب الله اكبر احمد انت القاتل يا احمد يا بارد الوجه بيطلعني يا عيال القهر بتموت يا عيال ذمو احمد انا ما اعرف شيء يا ويلك لازم اضحك يا احمد لازم اطفي النور اطفي النور لا يا عيال الو ليه رايد لا احنا ثمانيه وش تصوتون علي مو بنا خلنا نتكلم طيب اوكي مو بنت اوكي نبغى نمشي عشان نريح ضميرنا الجثه لقيتها يا مودي بالادمن صح طيب انا كانوا عندي اربعه كان عندي مجه كان عندي رختر وانا اللي مصلح الكهرب ومن الرابع اللي كان بالكهرب معنا انا كنت ذا وثم مودي صح مودي طيب حمزه وين مكانك يا حمزه يا احمد قلت لك ان معك ايوه كذا اقفط ايوه اقفط رجال كذا مو طب باصي نحمل عليك خليني اتكلم انا كنت جاي من السكري والذي نفسي بيدي اللي بيتكلم واحد ثاني يتكلم اعطيه ميوت حمزه تكلم كمل انا كنت جاي من السكري دخلت على الكهرب طلعت فوق كنت اسوي اللي على اليمين المهم اللي على اليمين وداي جاي ريبورت خليت بسام في الادمي يسوي الاسلاك اخر مكان في الستورج كنت اسوي اللي تحت حق الزباله الله يكرمك طيب اوكي رمكس وين مكانك كنت اسوي اسلاك مع مجه في الادمن وطلعت للوبنز واسوي حق الصواريخ طيب دقيقه بس طيب. سؤال حمزه ايش دخل ادمن يا ويلك مني ويا ترابك ما ادري لك يا ويلك ترى لا 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 الان شو نسوي نمشي كذا معهم لك طبيعي زين اول ما تشوف احمد طفي النور على طول لان احمد يخوف شفتك احمد جايك وين بتروح مني اجي من هنا اجي من هنا سرطان بروح يس يا ساتر اختر مكانك يما الو اختر داخ سكين صغير صرت عليه دقيقه هلا 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 يلا اختر وين مكانك هلا انا الحين بالكبير شو اسمه بالادمي لا حد صوت كذاب ايوه دخلت البنت عند هذا يعني اتهم مباشر والله عشان خلاص ما شفته اتهم مباشر اوكي مباشر بس خليني بقول انا مو اتهم مباشر عيال انا ورختر واحمد صبر يا برا طيب اتكلم بقول كلمتين وبعدها بكلمك انا ما ادري مين القاتل لكن مين كان طبعا احمد ميت اوكي
ان بنلعب اصول. انا ما اعرف من ما اعرف مين شاف مين. انا بلعب اصول. احمد كان كان فوكس رايد اوكي, وكان فوكس مره رايد. فجاه احمد يموت ورايد يكون موجود, يعني طبيعي طبيعي. ايوه يعني رايد اخذ حقه صح. طيب جا دوري, جا دوري. تصويت تصويت على رختوري المرموري. سكينه صغير شايف انا يولع يولع بالليل سكينه يطعن. انا شايفه يا عيال. الو اثنين صور رياض وانا غير حمزه. حمزه الو بتصلحون ولا كيف؟ Let's go baby, let's go. بتكلم. يا مرحبا حياكم. انتقام. طيب بسم الله 3 2 1 يا الله يا رب. على طول طفي النور على طول. ما عندي وقت, ما عندي وقت. مين اقرب واحد؟ خذ فوز. ها يلا خذ على طول موت يلا. سؤال, في احد بالادمن؟ لا انا توفيقي مين يا بنو كليفر. ودي اخليها مسوتون دقيقه صوت. انا توني طالع. اما كليفر عشان فاز احسن يستاهل. عيال شكرا يا امبوستر. من اول واحد عيال بقفط لك من بوستر من اول راوند في الالكتريك. حلو معي. انا كنت جوا. واللي معنا من هو الثالث؟ انا طيب انا وصلت الكار. حلل يا بدر روح. طيب انا كنت بس هذا اللي بسوي بس الحلوين ثلاثه. معلو طالع من الادمن؟ لا 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 كنت في الادمن. كنت ادور كان عندي كليفر كان يسوي الاسلاك. انا ما افلك بعدين رحت يمين. لا دخلت شفت مين في الكافتيريا لقيت مو في الكافتيريا في الادمن لقيت بس في كليفر. كافتيريا انا رحت من الادمن رحت سويت الاسلاك اللي في شو اسمه الستورج. بعدها جيت بروح اصلح الكهرب. اول ما جيت طفى الكهرب. دقيقه الحين عندي سؤال انا. توفيق انت طلعت انت كنا منبر رحت يمين صح؟ انا توفيق. توفيق حلو سليم. حلو معلو كم صار لك طالع من الالكتريكال مو الالكتريكال الادمن؟ يمكن 10 ثواني كذا. ممتاز. رايد حبي تقول انت كنت في الكافيتيريا رحت يمين صح؟ يب بعدين طفى الكهرب ورجعت بهذا ودن جت الجثه. قبل لا تطفي الكهرب انت رحت يمين؟ يب مو صحيح الكلام هذا يا اخوان لان انا كنت مأفك مو مأفك عند ال لا 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 خلص كلامي لا 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 اي طيب اقول شيء الا نعم انا رحت يمين ادمان انا رحت يمين غصب. انت دقيقه اسمعني انت قلت رحت يمين مو صحيح لاني انا ما شفتك. حلو خلصنا من الكلام هذا. طيب. انت ضايع انا ما اخذ منك لا حق ولا باطل. طيب حلوين هلا بسام انت الالكتريكال. الله يرضى عليك يا سيد الالكتريكال. ليه يا اخي ما ادري عيال ما بيتفلسف بس بسام معي بسام معي خلاص. طيب اسمع يا عيال ثواني نسوي سكيب. الجثة في بلاد انا باستر ولا وشو صوت اوكي صوت على معلو بس على معلو يمه يا ساتر عيال ما يعني ما هذا لازم يموت هذا لازم يموت لازم. هذا هو يمين هو صح. طيب شو نسوي الحين بالقصة؟ نسوي كذا 3 2 1 طف النور. تعال يبا تعال وينك. أيوة يا حرام عليكم فيو مرة واحدة. تفضل يا تراي هارد. يما ما أعرف إيش أقول بس توفيق أنت فين كنت؟ أنا فوق مرة في الكافتيريا يسار مرة بعيد عن الكافتيريا. دقيقة تراي أنت اللي كنت معانا بالإلكتريكال؟ يا أخي لا تقول كذا عرفنا فين مكان الجثة يا أهبل عشان كذا ما تكلمت. دقيقة بالنسبة لتوفيق كلامه صح 100% أنا داخل من عند الكامات طلعت من الإلكتريك وداخل من عند الكامات شفت توفيق فوق بالكافتيريا يسار. صح ولا لا يا توفيق ولا أنا وصلت المهمة؟ لا 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 بسام ها الكهرب طافي ليش طلعت؟ كيف ليش طلعت؟ لأن كلكم بالإلكتريك خلصت مهمتي وطلعت. نفس من كان بالإلكتريك هل زين؟ لا أنا لقيت ما شو اسمه بدران. دقيقة أنا وبدران بس. إلى الآن أموري جدا طيبة. إلى الآن ممتازين. بسام لازم يجيني بسام. طفي النور ما أدري. طفي النور. بسام تعال. جيرو. مصيبة. الله السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. كنكم سريع. سأل واحد. أنا منو؟ أنا شطفت من عند واحد بس ما أدري منه. أتوقع من بنت. يب شطفت من عندك من بيه. طيب هيا. توفيق أما مكانك. برنجة يسار فوق. يسار فوق. يب. فاز. سريع مين؟ ما أدري. طلع بسام يا عيال كفون. يلا بسام. ليه؟ طلع بسام. صوت على بسام. ربي لا ايوه اكسيمو يلا افضل
ثاني يا عرو قروقو عكوم. سوف أقتلك يا عكوم أقسم بالله العظيم. ما فين كنت فيها لو تكفي تقول لي في مكانك. شباب معلوم مكانك انت معلوم مكانك فوقي صار وانت يا توفيق معلوم مع اكون معي طول الوقت دخلت سوي سكان اطفت الكهرباء توقف فهمت القى ميت. طيب اقول لك شيء قدام باب اللي فيه سراير ذا انا رحت من الكافيتيريا يسار لقيته قدام الباب وين يا توفيق يا معلوم بسرعه واحد منكم مين لا 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 انا ما اعرفك لا توفيق ولا اعرف كرايد فانا بصوت على اي احد لاني ما ادري مين المبوس توفيق ما ادري كيف ما ادري والله ما ادري ايه توفيق ايه اقول لك شيء توفيق اذا انت قاتل فوز جعله مبروك عليك فوز صوت المعلوم انتهت صوت على رايد ها توفيق صوت على رايد ترى الرايد مليار خسي خسي وتعقب خسي يا برد الوجه خله ده وتوفيق خله يفوز عادي بس اهم شيء ما تفوز انت يا برد الوجه توفيق لا يلعب عليك يا توفيق ليتس جو Let's fucking go, guys!